أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من برنامجكم خطوة. وزي ما وعدناكم وعودناكم إن خطوة دايما بيكون معاكم خطوة بخطوة، خطوة في الطريق الصحيح، خطوة في الاتجاه الصحيح. فالنهاردة هنتكلم عن موضوع مختلف شوية ولكن موجود على الساحة، ولازم إن احنا نناقشه وناخد منه بعض الحاجات. فقبل ما نبدأ خلوني ارحب طبعا بضيفتنا اللي بتنورنا دايما ومتعودين على وجودها، استاذتنا الاعلاميه فاطمه مجدي. اهلا وسهلا ان شاء الله. اهلا بيك يا محمد وبكل الساده المشاهدين، بنقدم لحضراتكم النهارده حلقه جديده في خطوه. طبعا كلنا تابعنا الجمعه اللي فاتت الحدث الاهم والابرز في تاريخ الرياضه المصريه والافريقيه، نهائي دوري ابطال افريقيا، المباراه اللي كانت استثنائيه بكل المقاييس بين فريقين من اكبر الفرق الموجوده في الوطن العربي، النادي الاهلي ونادي الزمالك، واللي انتهت بفوز النادي الاهلي 2-1 للمره التاسعه في تاريخه. طبعا بنهني النادي الاهلي، مجلس اداره، لعيبه وجماهير على البطوله، وكمان بنقول لنادي الزمالك هارد لك. والاول مره في خطوه بنقدم لكم فقره رياضيه من نوع خاص. معانا في الاستوديو منورنا الناقد الرياضي كابتن حسام رفعت. اهلا بيك كابتن حسام. اهلا بيك يا استاذ فاطمه. اهلا بيك يا استاذ محمد. سعيد جدا على الاستضافه دي، ويا رب اكون ضيف خفيف عليكم النهارده ان شاء الله. ربنا يبارك. طبعا كابتن نورتنا. عايزه ابدا مع حضرتك في الايجابيات اللي لقيناها في نهائي دوري ابطال افريقيا، وازاي حضرتك شفت الشكل العام للمباراه؟ والله قبل ما اتكلم على النقطه دي انا عايز اوجه الشكر بس للدوله المصريه كافه بمؤسساتها ان هم طلعوا اليوم ده بالشكل الحضاري الجميل اللي احنا كلنا كنا عايزينه بالشكل ده. شكرا لسياده الرئيس عبد الفتاح السيسي، شكرا لجهات الدوله، القوات المسلحه، الداخليه، الناس دي قامت بجهد كبير جدا. وزاره الصحه كمان الدور الكبير اللي عملته طول الفتره اللي فاتت دي كلها، من اجراءات احترازيه ومن تعقيمات، حتى تعقيمات هيئه استاد القاهره، وزاره الشباب والرياضه، الدور الكبير جدا اللي عملته عشان تستضيف النهائي الافريقي ده وتطلعه بالشكل الجميل ده، دي حاجه حضاريه. اليوم ده ما بيتكررش كتير، زي ما انت قلتي لاول مره في تاريخ البطولات الافريقيه فرقتين مصريتين يكونوا موجودين في النهائي والعرس الافريقي. بطوله مصريه خالصه. خالصه، وده لاول مره في التاريخ تحصل. الاهلي والزمالك سلوكيات رائعه، ارضيه ملعب تنظيم شكل محترم جدا، وفي النهايه البطوله مصريه. مش مهم الاهلي كسب، مش مهم الزمالك يكسب، لان في النهايه لازم فريق هيكسب، كان الاهلي او الزمالك. معانا تقرير قبل ما نبدا نحب نطلع نشوفه ونرجع مع بعض تاني. كل الناس بتقول يا رب راجعين روحنا الحلوة ومش خايفين راجعين احنا رجعنا يا مصريين وأملنا في السما مليين وشايلين في قلبنا مصر وفرحانين ده احنا استنينا سنين عشان نقول اهو راجعين. دائما وابدا الروح الرياضيه حاضره في كل الالعاب سواء كانت فرديه او جماعيه. تعالوا هنشوف الشارع الرياضي اتكلم ازاي عن مباراه القمه اللي كانت بين الاهلي والزمالك في دوري ابطال افريقيا واللي فاز بيها النادي الاهلي 2-1. تعالوا نشوف ونرجع لكم تاني. مرحبا كابتن محمد صبحي، مشرفنا في كل المحافل الرياضيه. رايك ايه يا فندم في مباراه القمه كان بين الاهلي والزمالك وخاصه في القمه الافريقيه وكانت قمه مصريه خالص؟ والله يا كابتن ده شرف لاي مصري ان الطرفين بتوع النهائي يكون من مصر، اهلي وزمالك. كده كده البطولة في مصر، او اللي هيمثل لمصر في كاس العالم للاندية طرف مصري اذا كان الاهلي او الزمالك بغض النظر على الانتماء. تمام. رايك ايه طيب في تكريم مؤمن زكريا بالبطولة نفسها؟ طبعا مؤمن زكريا ده كان اللي انا فاهمه عشان برضو احنا انتمائنا اهلاوي، بس انا متوقع ان الزمالك كان هيعمل نفس الكلام، وده بروتوكول كانوا مظبطين عليه، لان مؤمن زكريا لعب للاهلي، لعب للزمالك، ادى لكذا نادي مصري، غير كده هو يستاهل. ودي رساله من الانديه ان الانسان لازم يكون محترم، لازم يكون حابب الحاجه اللي بيلعبها او اللي بيأديها، ويكون حاسس ان ممكن يحصل له موقف زي مؤمن زكريا، فكان لازم كلنا نقف معاه في المحنه اللي هو فيها. رايك ايه في الروح الرياضيه اللي سادت داخل الملعب بين الاهلي والزمالك في نهائي القمه الافريقيه؟ الروح طبعا كان مميزه جدا خلال فتره المباراه، وما كانش في شد ولا جذب من طول المباراه، كان المباراه حلوه
وجميله، وحاجه تشرف مصر طبعا ان المباراه تكون داخل مصر وبين فريقين مصريين بمصر ومنتخب مصر طبعا. وبس هي حاجه رياضيه غير بره اللعيبه، دي حاجه بره الماتش ملهاش دعوه بقى ان كان الشاد والجذب اللي حصل ده. رايك ايه في اللي حصل خاصه في ازمه شيكابالا في نهائي القمه بين الاهلي والزمالك؟ والله رأي كل الناس المفروض تقوله يعني كلمة الحق. هو قلة من جماهير نادي الأهلي عملوا فعل مش معتاد ولا معروف ولا ينفع يتعمل أصلا. بس مش كل الجماهير زي بعض، في الحلو وفي الوحش أكيد، والزمالك برضو فيها الحلو وفيها الوحش. بس ربنا يهدي الجميع كده ونهدى، لأن اللاعب ده بيتأثر بأي كلمة زيه زي أي حد وبني آدم زينا فعلا. يعني المفروض نحاسب على شعوره وشعور أهله. فكل اللي أقدر أقوله المفروض يعني الناس تهدى شوية وبلاش الكلام ده، ويحسوا باللعيبة زي ما اللعيبة بتاخد فلوس وبياخد كل حاجه واحنا بنكسبش حاجه، بس احنا بناخد ذنوب على اللي احنا بنعمله. ورجعنا لكم اعزائي المشاهدين بعد ما شفنا التقرير، وبنشكر مراسلنا على التقرير الجميل دوت. وبنعود مع كابتننا وناقدنا الرياضي الاستاذ حسام رفعت، شرفتنا ونورتنا يا فندم. والسؤال هنا، هل تعتقد حضرتك او ايه، هل اثرت ازمه كورونا في مباراه القمه؟ بالتاكيد. بص، الكورونا اثرت على العالم كله في الرياضه وفي جميع المجالات كلها. اما بالنسبه للمباراه النهائي الافريقي اكيد ان كان لها تاثير. ما انت عندك قبل الماتش ما يتم بالظبط، كان يوم الاربعاء، كانت المسحه بتاعت الاتحاد الافريقي، واللي محدش توقع ان كان في ثلاثة من النادي الاهلي وثلاثة من النادي الزمالك. يعني كان عندنا في النادي الاهلي كان عندنا ليو ديانج، وكان عندنا صالح جمعه ووليد سليمان. فالطريق يعني الثلاثة مهمين جدا، يعني اذا كان حتى لو صالح ما بيشاركش كتير بس وجوده كان هيبقى مهم. ليو ديانج نص الملعب، ووليد سليمان على الناحيه الثانيه، ثلاث لاعبين برضو اساسيين من ضمن الزمالك. عبد الله جمعه في الشمال وتاثر جدا، باك شمال تاثر، لعب في اسلام جابر، يوسف اوباما رقم اثنين، وده برضو كانت عنده قصه كبيره ولازم كان عنده فيه التاثير، كان هيبقى موجود. فانت بتتكلم في طبيعي ان حتى دي اربكه حسابات الجهاز الفني. اه طبعا اكيد لازم تربك حسابات الفرقتين من الناحيتين. ففي تاثير الكورونا، في تاثير في الكورونا، لكن ده المرض ده احنا بنقول يا رب يشيل كل الوباء اللي موجود في العالم كله. لكن كان في تاثير طبعا، فرقتين اتاثروا بالغيابات اللي كانت موجوده. طب يا كابتن، خلينا نتكلم شويه عن سلوك وتصرفات اللعيبه داخل الملعب، او خليني اسال حضرتك السؤال بشكل تاني شويه. ما يجب ان تكون عليه هذه التصرفات والسلوكيات مش بس في نهائي دوري ابطال افريقيا، ولكن من قبل اللعيبه داخل الملعب بشكل عام؟ بص هقول لك، دايما الانطباع اللي موجود داخل الملعب لازم بيوصل للجمهور. اللي الناس ما تعرفوش ان لعيبه الاهلي والزمالك كانوا لسه جايين من معسكر المنتخب المصري اللي كان بيلعب فيه ماتشين بتوع توجو. الفرقتين مع بعض موجودين والمعسكر واحد والاثنين عادي جدا صحاب. اللي بيحصل في الملعب احيانا بتبقى اسمها نرفزه ملعب، احنا بنسميها في الكوره كده نرفزه ملعب ما بين الاثنين. لكن اللعيبه بينهم بعض هم اخوات وصحاب. يمكن قبل الماتش كان في صور جابت جنش محمد عبد الرحيم حارس مرمى الزمالك واقف مع سعد سمير. بعد المباراه بشرطه كان في تهنئه من لعيبه الزمالك. حصل سلوك خارج عن النص ما كملش ثواني جدا بعد الماتش، لكن برضو الامور بتبقى مستقره لان الفرقتين دول هيرجعوا تاني لمعسكر المنتخب. لكن سلوك داخل الملعب كان كويس جدا. يمكن احنا كان عندنا ماتش في السوبر الاماراتي كان في شكل مش كويس، اعتقد ان الشكل المره دي في السوبر الافريقي كان شكل ممتاز جدا. طب احنا مثلا ممكن بنتكلم عن بعض التصرفات الفرديه اللي بتحصل من بعض اللعيبه تجاه الجمهور، ان هو مثلا يعمل حركة غير لائقة، تصرف غير لائق. ده الدور اللي احنا دايما بنقول عليه بقى. لعيب الكورة لازم يعرف كويس جدا ان هو دوره في الملعب هو لعيب كورة بس، ولازم يعرف ان تصرفه بيبقى مسؤول عنه وبيتعرف عنه الجماهير كمان. لان اللي بيحصل منك ده بينعكس على جماهير الكورة في مصر كلها عامة. فالجماهير كانت بتتأثر الفترة الأخيرة. لذلك لما حصلت مشكلة بعد المباراة أو مشكلة بعد بين الجماهير بينها وبعضها تجاه إدارة، تجاه لاعب، تجاه حد، ده مين بيبقى جاي لوحده؟ ده بينعكس على السلوك اللي حصل في المباراه، سواء كان من لعيب او من اداري او من تصريح من اعلامي موجود، فده بيبقى حاجه صعبه جدا، فده بينعكس على الجمهور. لو الجمهور شايف ان العلاقه في الملعب بين اللعيبه او التصريحات او الموجوده كويسه،
جمهور مش هيبقى بس شفت لقاء للكابتن شناوي طبعا كابتن النادي الاهلي بيقول ان احنا بنحافظ على اتزاننا النفسي داخل الملعب، بنحافظ على اننا لو مثلا حد جاب فينا جون ما نتعصبش ولا يصدر مننا اي تصرف غير لائق. بس انا عايز اقول لحضرتك حاجه، بتتباين وتختلف ردود افعال الجماهير اللي بنشوفها طبعا بعد كل ماتش، ما بين ردود افعال طبيعيه اخلاقيه مليانه بالروح الرياضيه بعيده كل البعد عن التعصب الرياضي والعكس. فانا عايز اعرف من حضرتك ليه فئه من الجمهور، خلينا اقول فئه عشان ما اقولش الجماهير بشكل عام عشان ما نعممش القاعده، ولكن فئه من الجمهور بتلجا الى هذا النوع من التعصب، ايه الاسباب بالظبط؟ للاسف السوشيال ميديا. هرجع تاني اقول ان كل واحد النهارده بيعمل شيء غير اخلاقي بيتخيل منه ان هو يطلع ترند وان احنا هنصوره وهيطلع في الاعلام يطلعوا بص شوف عمل ايه وبص الحركه اللي هو عملها والجمهور ويبتدي يطلع ترند وصور هنا وصور هنا. والسوشيال ميديا للاسف احنا بنستغل السوشيال ميديا النهارده اسوأ استغلال. مفيش رادع، مفيش حساب. يمكن انا بشكر الدكتور اشرف حوزي شباب الرياضه على المبادره الجميله اللي هو عملها خلال الاسبوع الفاضل ده، مبادره ليله التعصب. الرياضه او الاخلاق اتقسموا الاثنين حاجه واحده، الرياضه للاخلاق. ما ينفعش ماتش كوره خلص نهايه بطوله او نهايه مباراه مش نهايه العالم. طبيعي نتيجة المباراة في فريق هيكسب وفي فريق هيخسر، بس مفيش دايما فريق هيكسب على طول الخط ولا فريق هيخسر على طول الخط. وبالنسبة للعيبة نفسها الاتنين اصحاب، الجمهور لازم يتحد الفترة اللي جاية، البلد محتاجة كده، لازم يكون في تكاتف بين البلد كلها بين شبابها كلهم عشان نقدر نحقق الطموحات، عشان مصر تستضيف نهائي بطولة افريقيا ويطلع بالمستوى الجميل اللي العالم كله كان بيتفرج عليه. العالم كله كان بيتفرج على نهائي افريقي بين فرقتين مصريتين. يا جماعه الكلمه دي كبيره جدا، كان دايما اللي يسال قاره كامله يطلع منها فرقتين من دوله واحده. وانا حابب اشكر اتحاد الكره المصري ان هو وصل الفرقتين دول للنهائي، لان عشان يوصل فرقتين للنهائي من مصر ده اكيد انت عندك اتحاد قدر يوفر للعيبه دي مباريات برغم ان كان في ضغط برغم الكورونا برغم ده كله ويطلع فرقتين للنهائي، دي خطوه جميله جدا. وبشكر كمان مجلس اداره النادي الاهلي ان هو قدر كمان يوفر للعيبته كل شيء عشان يقدر يوصل للنهائي. نفس الكلام نادي الزمالك وفر كل شيء عشان يقدر فرقته توصل للنهائي، سيارات خاصه فلوس حاجات كتيره جدا عشان الفرقتين دول يوصلوا للشكل ده. الدوله المصريه كمان ساعدت ان النهائي يكون موجود هنا في مصر. ليه احنا كشباب مصري نطلع بعد الماتش يبقى سلوكنا ده، فريقك كسب حيي فرقتك شجعها زي ما انت عايز، مجد في اللعيب اللي جاب الكون بص طول ما روح عند هناك طلع علامك، لكن ما ينفعش اي سلوك غير كده، ما تهنش اللي جنبك يا راجل ده انتوا جيران. هي دي المشكله، مشكلتنا بقى اللي نروح حته برضه زي ما قلت هي الاستاذه فاطمه اثارت حته التعصب نتيجه بقى الزخم من السوشيال ميديا والتصرفات الفرديه من بعض اللعيبه، فبتلاقي التعصب الشديد ما بين الجماهير ان هو بينتمي للفرقه بيبقى واخد الماتش ده بالنسبه له حياه وموت او المباراه حياه او موت. وبنشوف كمان ان ممكن يصاب بازمه قلبيه واضرار صحيه نتيجه ان فريقه اتهزم. لا والله عندك حق يا محمد، انا شفت فعلا بعد المباراه على طول حد من جماهير الزمالك يعني جات له ازمه قلبيه وكان في المستشفى، وناس كتير بتتعرض لنفس الموضوع، ففعلا عندك حق والله في الموضوع. في مصري موجود في عمان مات بعد الجون الاول. ما هي دي مشكله، ما هي مشكلتنا ان احنا برضو ما بنفكرش مثلا دي كوره طبيعي ان فيها غالب وفيها مغلوب، فلازم يبقى عندنا الثقافة الرياضية. الرياضية بالظبط صح كده. الثقافة الرياضية دي لازم نبتدي نعلمها لأولادنا. كان دايما يتكتب في المدارس زمان يقول لك ايه؟ ابتسامة المهزوم تنصر المنتصر حلاوة انتصاره. روح سلم عليه وقول له مبروك. هو أكيد هيقول لك هارد لك. دي الأخلاق اللي احنا اتعودنا عليها. في دول كان بينهم وبين بعض مشاكل كتيرة جدا وبالرياضة بماتش كورة قدروا إن هم يعالجوا الموضوع. هي الرياضة اتعملت عشان كده، تنافس. مش اختلاف، مفيش خلافات بتحصل في الرياضه. انت المفروض ان انت بعد الماتش انت كسبت، ما انا بقول لك اعمل ما بدالك. ما ينفعش في اي وقت ان انت تكون متعصب. انت متعصب ليه؟ لكن الفتره الاخيره كان ايه سر التعصب؟ هو ده اللي انت لازم تعرفه. طيب هي الناس ليه خدت الموضوع ده حرب، او الناس ليه شدت الموضوع بالظبط؟ هي وصلت عندنا فعلا لان هي حرب. وكمان بعد اللقاء ما بين مباراه القمه
تواصل وصل الموضوع ما بين الجماهير للبزقات والشتيمه هقول لك بقى يعني انت عشان انت اثرت نقطه انت قطعتني وكنت عايز اكمل لك. بص يمكن اللي انا عايز اقوله لك تصريحات المسؤولين في الانديه والاعلام من بعض الاعلاميين هي اللي ادت للشكل اللي انت شفته بعد الماتش ده. لابد ان المسؤول اللي هيتكلم يبقى عارف ومقدر جدا ان هو مش بيتكلم فرد. في ملايين بيشجعوا نادي الاهلي، ملايين بيشجعوا نادي الزمالك، الاتحاد، المصري. خد بالك لان دي الانديه الجماهيريه الشرقيه. دي انديه جماهيريه، لما تطلع تتكلم خلي بالك من كلامك. عشان ما تعملش فتنه رياضيه او كرويه. كمان الاعلامي لازم يبقى عارف ان ده دوره انه يهدي الموضوع ده، لكن ما ينفعش ان دلوقتي البرامج الرياضيه كلها لما يكون في مشكله او خناقه هو ده بقى الترند عندنا النهارده. بالظبط. والاهلي لو كسب، طب لو الزمالك، طب ايه اللي هيحصل لو مجلس الاداره؟ واحنا لازم نصدر للناس ان الهزيمه ما طلعتش منا، الهزيمه جايه من عوامل ثانيه خارجيه، ويحس يعني المشجع ان هو اتقهر وانه مصدوم، والتاني تصريحات اعلاميه مسؤولين غلط. مش ده مش صح، لان انت بتشحن جمهور. بالظبط. انت بتوقد نار وانت مش واخد بالك ان ده غلط. فلذلك هي دي السبب، لكن رياضتنا طول عمرها اخلاق وعمر ما دي كانت كده. وللاسف يمكن الناس ما اتعلمتش من درس بورسعيد غير كام سنه ورجعوا ينسيوا تاني. عشان كده انا تاني هرجع تاني واقول عندنا الحدث فعلا ساعتها وخلاص. لا يمكن عشان كده هقول لك هكمل لك. يمكن انا برضو تاني بشكر الدكتور اشرف صبحي في مبادره لا للتعصب. فعلا المفروض ان ما ينفعش فرقتين موجودين وهيلعبوا ماتشات مصر، احنا كلنا لما ماتشات مصر بتيجي كل الجماهير بقى اهلاويه زملكاويه اتحادويه مصرويه شرقاويه كله قاعد جنب بعض ومحدش بيفكر في حد. الناس كلها عايزين البلد دي انها تقوم، وده شيء مهم جدا. فلذلك لابد ان الاعلام والمسؤولين الرياضيين ياخدوا بالهم من تصريحاتهم شويه. ما ينفعش ان يكون في تراشق، ما ينفعش ان انا اشحن الجماهير دي ضد دي، ده مش هيبقى موجود. عشان كده التعصب ده هو ده اللي هيؤدي لكارثه. والحمد لله الدكتور اشرف نهى الموضوع ده الاسبوع اللي فات. تقريبا طب احنا بكتير. تقريبا معانا يا جماعه مجموعه من الصور، يا ريت لو نعرضها على الشاشه. طيب يمكن كابتن مؤمن زكريا ربنا يشفيه، غاب عن الساحه بقاله فتره، تعالي حضرتك ايه على الصوره. ربنا يشفيه يا رب الكابتن مؤمن زكريا، ربنا يكرمه، واحد من اعظم اللاعبين اللي كانوا موجودين واللي اصيبوا بمرض، ربنا يا رب يشفيه ويعافيه. لسه بقول لكم عشان كده اتعملت الرياضه. احنا عايزين لمحه جميله ان هم طبعا عشان كده اتعملت الرياضه. الكابتن محمود الخطيب، الكابتن محمد الشناوي واقفين جنبه عشان مؤمن هديه له كاس افريقيا. على فكره مؤمن كان كده كده هيرفع الكاس سواء كان اهلي او زمالك. الاثنين متعاطفين مع مؤمن، وعشان كده اتعملت الكوره، عشان كده اتعملت الرياضه، عشان ترفع الروح المعنويه للناس دي. هو لعيب له قدره فلازم يبقى عنده برضه اراده وعزيمه، ولازم كلنا نسانده في ان هو يطلع من كبوته، وربنا يا رب بالتاكيد. بس لهجته زي دي بتخلي نفسيته كويسه جدا. طبعا هو كان نفسه الاهلي يكسب، دي رقم واحد. حتى لو كان الزمالك ما كانش هيزعل بالتاكيد، بس هو النادي الاهلي اخر نادي لعب له وكان موجود ومتربي فيه من صغره، هو كان حابب الموضوع ده. فالكاس ده فارق مع مؤمن كتير جدا جدا، نفسيته ارتفعت اكتر. كابتن محمود الخطيب، محمد الشناوي، الاثنين جنبه. المرة الثانية الرياضة اتعملت عشان الحاجات دي، عشان ترفع من معنويات الجميلة دي. أكيد. الصورة الثانية اللي معانا يا جماعة كابتن شيكابالا، طبعا حصل أزمة كبيرة جدا على السوشيال ميديا ضد كابتن شيكابالا، تنمر وسخرية بعد المباراة على طول. فرأي حضرتك إيه وشفت الموضوع إزاي؟ شيكابالا يمكن بينه وبين جماهير النادي الأهلي مشكلة من السوبر المصري الإماراتي المرة الأخيرة، ويمكن ده كان فيه عامل نوع من انواع الشحن. هو ده كان بدأ المشكله، ده كان بدأ فعلا للمشكله، كان بدايه المشكله بالفعل. شيكابالا لعيب على المستوى الرياضي، واحد من افضل اللاعبين المهاريين اللي جم في الكره المصريه، واحد من افضل اللاعبين. لكن شيكابالا في حاجات كتيره جدا بتدور حواليه، تعصبه صعب شويه. انا كلاعب كوره لازم اعرف تماما ان انا الجمهور ما اقدرش اعاتب عليه، لان الجمهور بيحمل ثقافات كتيره جدا، فما اقدرش ان انا ارد على جمهور. لكن ما حدث مع شيكابالا من فئه معينه من الجماهير مرفوض رافضا تاما ان انا اجيب بقى صوره حيوان ايا كان هو مين، او اتنمر على شكله او على لونه، ما ينفعش. لا اخلاقنا ولا اعرافنا ولا عائلتنا ولا قيامنا ولا اسلامنا يرتب ده، مستحيل. هاتي اي شاب من الشباب اللي عملوا كده. انا في صوره تانية على فكره كانوا هم عند المقابر،
جماعه المقابر دي ليها قدسيتها، ما ينفعش في نفس الوقت ان احنا نعمل كده. وهي دي معنى. ولو سالنا حد من الشباب الجميل اللي واقف ده، ترضى ان حد يعمل فيه كده؟ يلبسك لبس او يتنمر على ابنك او بلاش انت على اهلك على والدك. انتوا قبل ما تعملوا كده عرفتوا ان شيكابالا ده له عيله، له اب له ام له اخ له ابن له زوجه؟ عدد كبير من جماهير الاهلي رفضوا الفعل ده رفضا تاما. يعني ما هو اداره النادي الاهلي طلع بيان رفض فيه الموضوع ده. البني ادم الخلوق اللي هو فعلا عنده ذوق وثقافه هو اللي يرفض الحاجات دي. انا بقول لك تاني، الجماهير اللي عملت كده دي لو انت سالتها قلت لها انتوا قابلين التصرف ده ترضى عليك؟ هيسكت شويه يقول لك لا. طب ليه عملت؟ هتلاقي انه يقول لك فرحه بقى. لا، الفرحه ما تبقاش ابدا لتنمر او سخريه من واحنا عايزين برضه نحسبها. واصل شيكابالا كان عامل، واصل شيكابالا ما كانش عامل، ما تنفعش من الطرفين بالظبط. لكن في نفس الوقت ما تردش الاساءه بالاساءه مرفوض. وذلك انا عجبني جدا بيان مجلس اداره النادي الاهلي انه شكر رئيسه الدوله، وكمان نبس فيه بعض الجماهير اللي عملت كده مع شيكابالا وكلموه على فكره واعتذروا له. ما هي دي رياضه اتعملت عشان كده طبعا. والمجلس المؤقت اللي جه لمجلس اداره نادي الزمالك مؤخرا بعد تهنئه للنادي الاهلي، ما هي دي اللي هتهدي الدنيا. المفروض ان الرياضه تسمو فعلا بالاخلاق. تمام، ما ينفعش. والقران نفسه قال لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم. بالظبط. فالسخريه والتنمر اتنهت. فالشباب ده ما ينفعش. احنا الفتره دي محتاجين تكاتف وتكامل عشان الدوله المصريه دي لازم ان انت تنهض. هو ما بيعرفش ما بيعرفش كمان حاسس ان بقطع كل حلقه. لا لا، هو ما بيعرفش مثلا بتصرفه ده ان هو ممكن ياثر على نفسيه اللاعب، حتى ولو هو ممتاز جدا يكون سبب في انه هو يهدم بنفسيته الارض او يخرجه من المستوى بتاعه، وبالتالي حتى لو المنتخب محتاجه هو بيضر منتخب بلده. طبعا دي المشكله اللي لازم هم كجماهير يعرفوها، ان انا ما ينفعش ان انا اهدم لاعب لايا كان، ولا التصرف ولا السلوك ولا الكلام ده كله. ولازم في نفس الوقت انا قلت لك في البدايه لازم كل واحد يعرف دوره. اللاعب لاعب، وظيفتك ومرتبك اللي انت بتقبضه من النادي بتاعك ان انت تأدي في الملعب. معلش سوري، احنا دايما بنقول يا جماعه اقفلوا ودانكم. معلش اصلا ده ما فيش لعيب في الدنيا ما مش هيحصل له كده وبيتشتم، بيحصل من زمان على فكره. الكوره كده على فكره، اعنف نهائي دوري بيتعمل في العالم كله او مباراه ديربي في العالم كله ريفر بلاتو بيكا جونيور، مش ريال مدريد على فكره برشلونه. هي الاكثر شعبيه وجماهيريه هي ريال مدريد وبرشلونه، لكن اعنف ديربي بيحصل في العالم كله ريفر بلاتو بيكا جونيور. ما بتبقاش مباراه خالص، حس انها حلبة مصارعه، حتى الجماهير نفسها ممكن يكسروا اتوبيسات وتتكسر، برغم ان فرقتين من دوله واحده، لدرجه ان هم نقلوا الكاس السنه اللي فاتت بتاعها في اسبانيا من كتر حجم الجرحى والاصابات اللي حصلت. دي اكيد افعال خاطئه. طب احنا دلوقتي حطينا ايدينا على اسباب الظاهره، لو هنيجي نتكلم عنها هنقول انها ظاهره لانها بتتكرر بشكل مستمر. يعني اتكلمنا عن اسباب التعصب، لو جينا نتكلم عن ازاي نعالجه. العلاج سهل جدا وبطرق بسيطه جدا. البدايه كانت من وزاره الشباب والرياضه في مبادره ليله التعصب. لابد ان الجماهير تشوف لعيبه الاهلي والزمالك مع بعض كتير جدا، ولازم المباراه تخرج في الاطار ده. كمان تصريحات المسؤولين في مجالس الادارات لازم لما تكون خارجه تكون خارجه بطريقه محسومه. الاعلاميين اللي الناس بتشوفهم وبيكتبوا في السوشيال ميديا سواء كان فيسبوك او على تويتر او على انستجرام، كل الناس دي كلها بالصور بتاعتهم، يا جماعه لازم يبقى في ضوابط. عشان احدد ضوابط من هنا هلاقي الجماهير هديت. الجمهور عايز يتفرج على ماتش كوره حلو. انا نفسي يبقى ماتش الكوره عامل زي فيلم السينما، الناس رايحه للاستمتاع وتخرج تقول اه الفيلم ده حلو، لا وحش، مش عارف ايه، زي ما الناس في اوروبا بتعمل. على فكره ماتشات اوروبا كلها بيخشوا معاهم الشاي والحاجات اللطيفه اللي هم ويشجعوا كل حاجه تمام. الماتش خرجوا من باب الاستاد الماتش انتهى تماما. نفسي في مصر اننا نشوف الموضوع ده زي ما هو كان موجود. نفسنا الجماهير المصريه ترجع الاستادات. الدوري هنا قايمه بشكل كويس جدا، وارجع تاني واقول الاجراءات الاحترازيه اللي اتعملت في الدوله المصريه عشان الماتش يكون موجود في مصر هنا دي حاجه كبيره جدا. كورونا هنا، ناس خايفين، انت بتلعب في عز الازمه، انت بتلعب في عز الازمه، انت بتطريق نهائي، الدوله عامله كل حاجه. الجمهور المصري كان مفروض انه يقدر ده كويس جدا. كان مفروض كمان انت كسبت كنادي اهلي، جماهيرك لازم تفرح قدام بوابه ناديك، فرقتك تبقى فرحانه بيها جدا. ماليش دعوه بالخصم، خلاص الخصم ده دوره انتهى. بالعكس انا الكلمه اللي ممكن اقولها النهارده لك، وانا عايز اقول لكم ان الزمالك قدم مباراه كويسه جدا جدا يوم الماتش ده. أيوه. ولكن هو التوفيق عارف النادي الاهلي طبعا. وقبل ما يخلص 2020 انصفت الفرقتين. في بدايه 2020 الزمالك كسب السوبر المصري على الاهلي على فكره بضربات الجزاء، وكسب السوبر الافريقي على الترجي التونسي 3-1. ده في بدايه 2020. نهايه 2020 انصفت الاهلي بالفوز بالدوري المصري،
وكمان انصفته بدوري ابطال افريقيا. فالجمهورين فرحانين. جمهور الاهلي لسه عنده ماتش السبت الجاي قدام الجيش في كاس مصر، عنده بطوله ثالثه هيلعبها، عنده سوبر افريقي، لكن هي انصفت الفرقتين. فالجمهور ده فرح والجمهور ده فرح، بلاش نزايد على بعض في فرحتنا، كل واحد يفرح بس النادي بس. تمام، شرفتنا يا استاذ حسام ونورتنا واسعدتنا بارائك المتميزه، ولكن فقرتنا ووقتنا خلص، وكان نفسنا والله نقعد مع حضرتك كتير، ولكن نعود لاعزائنا المشاهدين فاصل ونرجع نستقبل ضيفنا. استنونا بعد الفاصل.